وهذاك الشيء اللي كاين الباك كامل على قبل الوالدين صراحه. الله يا اخي كاتب احمد المعداوي المجاطي. علم إنسانية طحنا شويش معقد على ادب. صحيح انا خاوي ديالي داز هايده وهايده. علاش داير النص؟ النص بلا ما نقول لك. عموما الامتحان كيفاش داز الصراحه؟ صعيب ساهل؟ والله جانا صعب. ديك تخيل داك الشيء التناقل اللي عملتهم كاملين ما طاح حتى شي وحده فيهم. اللي ما عملت حتى شي هي اللي طاح. اقسم بالله الخاوي التناقل اللي ما عملت شي هو اللي والله لا صح شحال نعملوا الخاوي ديالي. الدراري تحاومه كنشكركم الوالده وديت الحاومه ديالي. ديديكاس ديديكاس الناس اللي دعوا معنا واخا نسقطوا. ديت الحاومه ديالنا كلشي محمد طوطو دائما الغلسي. اختي نسقتي كيفاش جاك الامتحان؟ امتحان جا ما صعيب ما ساهل يعني جا في متناول. و يعني اللي حفظ غيقدر يخرجوا واللي ما حفظش ما يقدرش يخرجوا. وبالنسبه للاساسيات صراحه ماشي صعابين وماشي ساهلين فهمتيني يعني مهم شويه. عملتي شي حاجه ولا ما عملتي والو؟ ضروري ضروري عملنا شي حاجه. اللي قدينا عليه عملناه واللي ما قديناش عليه ما عملناش. اللي فهمناه يعني عملناه. وكنتمنى ان شاء الله يا ربي نجيبوا شي نقطه مزيانه وفرحوا الوالدين. وهذاك الشيء اللي كاين الباك كامل على قبل الوالدين صراحه. كيفاش دوزتي الامتحان اليوم؟ والله الا ما عملنا والو اخي شي حاجه والسلام شي بركه قليله هيدا صافي تكون تما شي جوج ولا ثلاثه. جوج ثلاثه والله يا اخي كاتب احمد المعداوي المجاطي هذا اسم ديك كاتب بعقل وهذا تدخل تعمل شي حاجه. اساتيد الله يعمرها سلعه ولكن اعطيناهم التليفون في الاول تزرفنا اخ ان شاء الله فلسفه واجتماعيات هي اللي غنعملوا فيها ان شاء الله باذن الله. اجواء الاجواء في القسم كيفاش كانت؟ اجواء كانت ممتازه اخ الله العظيم. الاساتيد الله يعمرها سلعه كيتعاملوا واحد استاذه غزاله كيفاش عامله حلاوه صاحب. اي والله وفى الخير باقي ان شاء الله. ان شاء الله غدي بكالوريا تلعب؟ لا والله ما نعرف اذا بقينا بحال هيدا ما عندي شي بكالوريا. تيسرت الامور بدات تيسر ان شاء الله نديو بكره فنروحو للوالدين بكره ما عتمل بها والو في هذا المغرب الخاص تفرح بها الوالده في الدار والوالد والسالم صافي. كيفاش دوزتي الامتحان؟ داز شويش مزيان. علم انسانيه طحنا شويش معقد على ادب فهمتي. حنايا طحتنا في نفس النظري طحتنا قصه ما كناش زعما كلب ديالنا طحنا قصه. وفي مؤلفات عاملين بالنا زعما كطحنا ناس الكلاب طحتنا ديال ادبيين فهمتي. المهم عمرتي شي حاجه ولا؟ عمرنا. بالنسبه للحراسه والاجواء كيفاش كتعامل؟ الصراحه اجواء كانت مزيانه وما كانش شي بحال كيفاش نقول لك. المهم الحراسه كانت مراخفه شويش ماشي مزيره بزاف. تقدر تسلك راسك لو حاتي في شي حاجه. حصلوا الحالات الغش عندكم في قسم ولا؟ صراحه حصلوا ولكن ماشي في قسم ديالي بعض الاقسام كانوا يعادلوا. سمعت كيقولوا فونيسات بزاف حصلوا. اه حصلوا بزاف كانوا عاونين يعادلوا لهم التقرير ودابا باقي الان باقيين في الاداره. كيفاش دوزتي الامتحان اليوم؟ صحيح انا خاوي ديالي داز هايده وهايده. داز ماشي صعيب وماشي ساهل شويه شويه خاوي ديالي صح. الامتحان داز هايده وهايده. الاساس عملوا توما الخدمه ديالهم حرصوا علينا. شنو عملت الخدمة ديالك؟ أنا عملت الخدمة ديالي شهر وأنا كنراجع فهمتي شهر دو بريباراسيون راجعت مزيان تخص ضابط المسائل ديالي دخلت ركزت في الامتحان ديالي دوزت داكشي مزيان صراحة. حتى الأساتذة عملوا الشيء اللي عليهم ما زيروش شي تزيير وما رخفوش عليهم كيدوروا اللي عنده شي حاجة كيديوها لهم. المهم داز مزيان. حصلوا شي حالة الغش في القسم؟ لا في القسم ديالنا ما حصلوش كيف في المدرسة وقيلا حصلوا. سمعت الدراري كيقولوا كي حصلوا دخل ناظر عندنا كيقولنا اللي عنده حاجه يجيب ده دخل صافي دوزوا ديك جيب ديك سكانر ما جبروا والو. دوزوا لك سكانر؟ دوزوا سكانر كلشي عادي الحمد لله ما جبروا حتى حاجه دوز ديك الشيء مزيان. كيفاش دوزتي الامتحان اليوم؟ شويه وصافي هيدا وصافي عمرنا شي بركه. طلبوا من الله تكون ديك البركه فيها شي حاجه فيها شي بركه. ديك البركه فيها شي بركه شي نقيطه. اما الحراسه ما صدرش عليا مزيره مار عندك مات. شحال تقريبا انت كتوجد الامتحان؟ انا كنوجد هيدا شي 20 ايام. هاي 20 يوم. شي يوم وانا كنبريبار. تبارك الله. سقس علاش داير النص؟ اجي 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 اجي. شنو السؤال؟ علاش داير النص؟ النص بلا ما نقول لك. علاش داير النص؟ والله اي مزيان ما عارف شي. لا والله الا عارف انا كل شيء. لا لا ما تبيتش لا. غنوريكم اصاحبي كل شيء. هاد الشيء كامل عمرتي اللهم بارك. كل شيء اش من اللهم اش داينك؟ والو مره صح دي عينه كيش ما قناعش. اجواء كاين كانوا شي تناقل حصلوا الناس بالتناقل سمعت كانوا كلشي كان كيناقل. والله الا كلشي كان كيناقل بحق ماشي في قسم ديالنا اقسم اخي كاين الحراسه. دابا اللي كنسقسي كنقولوا في قسم ديالكم كيقول لي ما كانش. لا الحراسه على حسب كلشي كيجبد تمشي دوز الوطني ما يكونش عندك تناقل في الجي كلشي. قالوا بزاف الناس حصلوا بفونيسات بصح. الله ما انا في قسم ديالي ما حصل حتى شي واحد. دوزوا لك سكانر؟ دوزوا لي ماشي سكانر دوزوا لي دخلوني في الماكينه. والو مجبور عندك والو؟ عندي والو كندخل كندخل بفاتحه انا كنقرا فاتحه كندخل.